مدينة المضيق، حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 34 لكأس المسيرة الخضراء للزوارق الشراعية المنظمة من طرف النادي الملكي البحري بالمضيق تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع. اليوم نحتفل بعشرين تقريبا عشرين كأس في هذه المناسبة، وهنيئا للأبطال ديالنا. فهذه المناسبة هذه يجب أن نغتنم الفرصة باش نعرفوا الأبطال الذين يمكن أن يمثلون المغرب دوليا، فهي جد إيجابية. إذا نحن نؤسس واحد مرحلة جديدة مع الجامعة الملكية التي تقوم واحد مجهود جبار. داز السباق في أجواء طيبة الحمد لله، وفقتنا الرياح، كانت البارح أمواج عالية واليوم ما كانش الأمواج، دونك بالنسبة للمتشاركين راه لعبوا في جميع الأجواء، وكانت أكثر من 100 مشارك من 8 الأندية المغربية. وهذا الكأس المسيرة الخضراء كيتميز بأنه أكبر بطولة كتدوز في المغرب في السنة، يعني جميع الأندية المغربية كتلبي النداء الوطني لهذا السباق هذا. وتقاسم كل من البحرية الملكية بالدار البيضاء وجمعية الدالية للرياضات البحرية والجمعية المغربية للرياضات البحرية بسلا والنادي الملكي البحري بالمضيق المراتب الأولى في مختلف أصناف هذه التظاهرة الرياضية.